إيران ملتزمة بالتعاون كما كانت سابقا وتمد يدها لبناء جسور الثقة. هكذا كانت معظم مواقف المسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صفحة جديدة بين طهران والوكالة الدولية. الجانبان أكدا توصلهما إلى اتفاقيات ثنائية تسمح إيران بموجبها بتفتيش موقعين جديدين طواعية شرط عدم تقديم أي طلبات تفتيش أخرى. عمل الوكالة الدولية يجب أن يكون على أساس قانوني وتقني وليس مبنيا على إملاءات سياسية. نحن لا نقبل أي طلب خارج نطاق التزاماتنا، وإيران تؤكد أنها لم ولن تعمل خلافا لمصلحتها وسيادتها الوطنية، ولكننا ملتزمون بتعهداتنا الدولية. يؤكد الجانبان في البيان الثنائي ضرورة استقلال الوكالة وحياديتها ومهنيتها، وهنا لا تكتم طهران مخاوفها لغروسي من تعرض الوكالة الدولية للضغوط والإملاءات السياسية الأمريكية. اتفاق إيران والوكالة الدولية نزع جميع الذرائع من يد أمريكا أمام المجتمع الدولي، وهذا يعد نصرا جديدا لإيران. الهزيمة التي تكبدتها أمريكا تأتي في وقت تنهار فيه هيبتها. يرى مراقبون أن الاتفاق الجديد بين طهران والوكالة الدولية ورفض مجلس الأمن طلب واشنطن تمديد الحظر التسليحي على إيران، إضافة إلى عدم موافقته على إعادة فرض العقوبات الدولية عليها، نجاحات تزيد من عزلة الولايات المتحدة في العالم. لن تسمح طهران بعودة علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نقطة الصفر، فقطعت الطريق على واشنطن وتل أبيب ونجحت في إبداء حسن نيتها رغم عدم التزام أمريكا بالتزاماتها الدولية. ملك عابد، طهران، الميادين.